أضرار الاهتمام الزائد بالحبيب مرتبطة بشخصية المحب يلي وصفها علم النفس الشخصية الضعيفة. فلا تستغرب إذا عرفت بأنه حبك واهتمامك الزايد بالحبيب يعتبر بمثابة ناقوس خطر عما يدق باب الانفصال وإنهاء العلاقة. علماء النفس أطلقوا على الاهتمام الزائد بالحبيب الحب المرضي يلي بيظهر ضعف المرأة والرجل دون استثناء، وبنفس الوقت الاستسلام التام لرغبات الحبيب من دون التفكير المنطقي. بحسب المختصين، المرأة على وجه الخصوص يلي بتحب بشكل زائد عن الحد بتصير كتاب مفتوح ما له بداية ولا نهاية، وبتكون قابلة للكثير من الضغوط النفسية على المدى البعيد. والأهم إنه الرجل قد يستغل هذا الأمر لحتى تنصاع له المرأة بشكل أناني، وهذا الكلام نفسه بينطبق على حب الرجل الزائد للمرأة. الاهتمام الزائد بالحبيب بيسبب معاناة نفسية دائمة وبتصاحبه آلام ما بتنتهي، خصوصاً إذا كان الحبيب بعيد، وقد يصبح نوع من أنواع الإدمان النفسي، وهذا غير أنه بيعرض المحب لانخفاض مستوى الاحترام وانعدام الندية والمساواة، وبيحول العلاقة لحب من طرف واحد وعلاقة أحادية كل قراراتها ما بيملكها إلا الحبيب. الحب أسمى معاني الوجود، ولكن بتضل خير الأمور الوسط معيار حياتنا بجميع أمورنا. الاهتمام بالحبيب بالشكل المتكافئ من الطرفين، تحكيم العقل والقلب مع بعض بكل الأمور، وعدم القبول بالعلاقات الهامشية أو التضحيات المبالغ فيها، هي نصيحة الخبراء للمرأة والرجل.